مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء من هذا البرنامج، والذي نواصل فيه ما انقطع من حديث مع البروف المعز قسم الباري حول مرض الكورونا وأسبابه ومسبباته وطرق الوقاية والعلاج. بروف أهلا بك للمرة الثالثة. مرحبا. طبعا فيروس الكورونا وما أحدثه من خراب ودمار في العالم يحتاج أن الواحد يتكلم عنه حتى الواحد يأخذ احتياطاته، وربنا إن شاء الله يرفع عنا هذا البلاء. بروف، الفيروس تكلمنا عن طرق انتشاره، درجة الحرارة، في أي درجة حرارة ممكن يعيش؟ درجات الحرارة العالية هل من الممكن أنه ما يتواجد فيها الفيروس أو ما يلقى فيها البيئة اللي ينتشر عبرها؟ أفريقيا كمثال يعني. الفيروس ممكن يعيش في درجة حرارة نعم مختلفة، درجة حرارة مختلفة. نعم البرد دائما الفيروس التهاب الرئوي معظمها بتجي في البرد، يعني نعم نسبة بتكون عالية في البرد نعم وبيقل في الجفاف، لأنه هو عاوز شنو؟ البرد هو الدروبليت، خلاص الرذاذ نعم هو بيئة ملازمة للفيروس عشان يعيش. الحر بيأثر عليه تماما، نعم لأنه أي حر بيقوم شنو؟ بيأثر على الممبرينز، نعم عشان كده بيأثر عليه تماما. يعني درجة حرارة لغاية تكون 44 40 دي كلها ممكن تأثر على هذا الفيروس. نعم الأمطار ممكن تأثر عليه كثير، يعني في ناس في دراسات بتقول إنه الأمطار بيزيد من الفيروس عشان نعم الدروبليتس بتاعت، لكن أبدا. الفيروس إذا يعني إسي إذا كان في غبار نزلت الامطار بتنزل هذا القبار الارض، نعم هذه الامطار دائما بتنزل بتنظف اي حاجه، ونحن زي ما قلت لك البرد دائما بيكون في الارض لانه المولكيولر بيت بتاعته عالي، الوزن الجزيئي عالي جدا، نعم فعندما ينزل الارض وتاتي الامطار بتنظفه بيمشي، وهو ضعيف، كائن ضعيف، يعني الليستيك بتاع العربيه الكبير نعم ممكن يطرشك مش كده بفعل نعم الاحتكاك، نعم وبالتالي البرد ده اذا نزل الارض وجت الامطار بالتاكيد بتؤدي الى نظافه هذا الفيروس. نعم ونحن في اريتريا عايشين في منطقه عاليه جدا، واذا نزلت امطار بكثافه تاكد انه ما بتلقى اي مويه متجمعه، كل الامطار بتمشي بخير تتصرف الى تتصرف الى 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 الخزان العظيم بتاعنا. نعم وبالتالي الفيروس في انا منتظر الخريف ومستبشر بالخريف ان يقضي على هذا الفيروس تماما. نعم إن شاء فدي الله. جدا نعم. ولعل هذا يعني درجة الحرارة العالية اللي ذكرتها هي سبب في إنه الحالات في افريقيا أفريقيا هي نعم باعتبار انها إنه قليله. قارة حارة، أيوه قليلة مقارنة مع أوروبا مع صحيح أمريكا. صحيح، ودي حمايه عجيبه من لدوله افريقيا، نعم ونحن نصبر الاسبوعين دول او 3 اسابيع ان شاء الله افريقيا انها تكون يعني في سيف ان شاء الله. إن شاء الله. نعم. في العلاج دكتور، طبعا حتى الآن لم يوجد أي لقاح أو دواء يعالج مرض الكورونا، ما هو المصير يعني؟ ومقارنة مع ده أيضا نتكلم عن يعني كثير من الناس يتكلموا عن الطب الشعبي أو المواد الطبيعية، ما أعرف، ناس يقول لك القرط، في ناس يقول لك حبة السوداء، في ناس يقول لك، فمدى صحة هذا زي ما قلت لك انه الفيروس اذا خش للخليه نعم بياثر على الدي ان ايه والار ان ايه بتاعت الانسان، نعم والانسان كله يحتوي على دي ان ايه والار ان ايه، هو عباره عن سلسله من الدي ان ايه والار ان ايه، نعم فالناس ما قدروا يقولون شنو مدخل لهذه للار ان ايه والدي ان ايه. الصين يعني نسبه الشفاء كان تقريبا من 77 شفوا تقريبا 72000، نعم 72000 ديل استعملوا الطب الصيني القديم نعم مع شوية علماء الطب الحديث، فهم استخدموا زي اليانسون والقرفة وزيت السمسم ومشتقات الفول السوداني والجنزبيل، نعم خلاص، فدي كلها هي يعني سبورت بتدعم الجهاز المناعي، هم حاول يعمل سبورت جسد الجهاز المناعي ويقويه. نعم مع رغم انه الانسان اذا خش في الكورونيسيتي يعني الفيروس نسبته كترت، الاو ار اف دي بتدمر تماما الجهاز المناعي، ما بتخلي انه، ومعظم الناس اللي ماتوا دي ماتوا بحاجه يسموها السيتوكاين ستورم، منعت العاصفه المناعيه تجي، يعني معظم الناس. العلاج الناس قالوا انه الهيدروكسي كودروكين ده هو يعالج الفيروس لحد هسه، لكن از نوت كونفيرمد، ما مؤكد انه يعالج الفيروس. فنحن في اوروتا في معمل اوروتا
يعني هاي يعني بدينا نشتغل في الزنك سلفيت. نعم. الزنك سلفيت ده اذا الانسان اصيب باسهال دائما البكتيريا بتهاجم الابيسيليال والاندوثيليال، السلفر دائما بتعمل كفر بتمنع البكتيريا تهاجم. نعم. كذلك الباراسايت برضو يمنع بالفوسفيت، كذلك الفنجل الفطريات. نعم. يعني زول عنده مشاكل في السكين من الدواء السلفر بتمنع. الكاينومايكرو انت تشبه الفيروس، حيث ما الكاينومايكرو بتحمل الدهون، لما تمشي في الدم في انزيم اسمه لا بروتين لايبيز بكسر الدهون الثلاثيه. نعم. بعد ما تكسر الكاينومايكرو دي بتتحول لحاجه اسمها ريمانت كاينومايكرو، تجي عليها حاجه اسمها الهيبران سلفيت وتوديها للليفر. اذا السلفر هنا بتمنع. نحن الخطه بتاعتنا شنو؟ انه ندي نيزل زنك سلفيت، ندي الزنك سلفيت قطره بتاعت الانف، بحيث انه الزنك سلفيت تنزل في الرئه في الكافيتي، الفيروس اللي بيطلع عشان يخش ثاني ما بيلقى طريقه، بيلقى انه الزنك سلفيت عمل كفر منع. و 3 يوم 4 يوم الفيروس ممكن ما يقدر يلقى طريقه يخش داخل الخليه، والزنك سلفيت هو موجود بنديه احنا للاطفال في حتى المانيوتريشن، بنديه في حتى النيمونيا، دي طبعا سسبتبل في الكورونا، بنديه في حاله الايميونو سيستم بيرفع جهاز المناعه. و الطريقه بتاعتنا هي الان انه ندي الشخص المصاب نديه الاوزون او 3 غاز الاوزون ده. نديه اي ام او اي 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 في او بالريكتال بالمستقيم نديه عشان يحصل تشبع للدم. بعد كده الفيروس ده بعد ما ندي النيزل زنك سلفيت بيكون ما قادر يخش ثاني، بيجي عليه الاوزون، ممكن نعمل بدل الاكسجين نعمل الاوزون عشان نضرب الممبرين بتاعت الفيروس. لا. لانه هو الان ممكن تعالج به التوبركلوزيس التي بي، ممكن تعالج به تضربه البكتيريا او الفيروس. وهو يستعمل الان في نحن بيستعمل في الدايبتيك سيبتيك فود، الناس اللي عندهم مشاكل في 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 في, 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 في عندهم سكري. نعم. وحصل لهم اوكلوجن، اتقفل الارتريز او البين، بنديه دائما الاوزون ثيرابي. فده ده افتكر انه هو علاج قد يكون كويس. ونحن متابع معانا السيد ستيفن اللي هو القائم بالاعمال السفير الامريكي. نعم. وانا شخصيا ارسلت له البروتوكول بتاعي واطلقت عليه اوم دا جارسي بروتوكول. نعم. نتمنى لك التوفيق بروف. طيب يعني انسان عمل له فحص بتاع كورونا وقال له انت اصبت وعندك كورونا، يعني هل من حقه انه يخاف نفس الخوف اللي شايفينه حاله الهلع وحاله الذعر الموجوده في العالم حاليا؟ والله يخاف الواحد بالمناسبة حتى إذا عنده انفلونزا عادية سعال عادي يعني بقى يخجل إنه يسعل. أيوة. هو الخوف ممكن يخاف لأنه في كل 5 بيصاب واحد. نعم. ونسبة الكورونا فيروس 20% بيحصل لهم طبعا بيموتوا بالفيروس، خاصة الناس الكبار في الصين. ولكن احنا دائما إذا قلنا لزول عندك كورونا والكورونا حتموتوا كده، دي مشكلة. نعم. لأنه الاستريس بيقوم يقلل من جهه المناعه، بيرفع الكورتيزول وبالتالي المناعه بتقل عند زول. نعم. يعني هسه اي زول تقول له والله انت عندك مرض خطير بكره بتموت، لو انت كنت زول صحي بكره يتموت. نعم. الجهاز المناعه بيحصل له ضرب يعني بينزل تماما. عشان كده نحن بنحاول دائما نرفع الروح المعنويه، نقول لهم يا زول المرض ده ما فيه مشكله. نعم. الشباب بصوره عامه انا افتكر ما 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 بيتاثروا كثير، ونسبه الريكفري عندهم عاليه، الشفاء عالي جدا جدا في الشباب. نعم. اما الناس اللي ايجنج ده قلت لك زي ما قلت لك انهم هم بيكونوا يعني اميرو كومبرمايز، جهاز المناعي نازل تماما، وخاصه الناس اللي عندهم ضغط. الناس اللي عندهم ضغط ديل لما تاخد الحبوب بتاع الاي سي انهبيتر دي ادويه الضغط دي بتعمل شنو؟ دي بترفع الاي سي انهبيتر تايب 2، بترفع بيزيد الريسبتورز. نعم. وبالتالي كل الانسان سسبتبل للكورونا فيروس. عشان كده الناس اللي عندهم ضغط حاد جدا يواصلوا في الدواء بتاعهم. نعم. الناس المايض اللي عندهم ضغط خفيف يحاولوا يشتغلوا نباتات هيربل كركديه اي حاجه لحد ما الفتره بتاعت الكورونا تنتهي عشان يرجع تاني لاي سي انهبيترز عشان ما يكون عنده مشكله. فدي دي دي انا افتكر انه علاج يعني كويس. ناس السكري احسن لهم ما يختلطوا بالناس كثير، ولانهم هم ده برضه نيورو كومبرومايز، جهاز المناعه نازل، عشان كده بيحتاجوا لانه يعملوا فولو اب للسكري طوال عشان في الفتره دي بالذات. نعم. لحد ما الازمه دي تنتهي. وزي ما قلت لك انه قفل المدينه ده هو ذا بيست يعني بريفنتيف، احسن وقايه للمرضى ان شاء الله وللناس بصراحه ان شاء الله. بروف
في باختصار يعني، ما هو الأفق المرئي لهذه الجائحة وهذا الفيروس القاتل، وبماذا تنصح الناس؟ النصيحة للناس يواصلوا في غسل اليدين بالصابون، والناس عندها موية في البيت برا تحاول تصبها للبراميل البرا، عملنا براميل كثيرة جدا، نعم والمنطقة اللي ما فيها صابون اشتري صابون خدتها للناس دي كلها، هي يعني افتكر وقاية، لانه ده كده 70% من المرض اللي احنا عملنا له حصل. نعم الناس تلتزم البيوت لحد ما تتم الاسبوعين ديل او 3 اسابيع ديل، وبعد شويه كده الناس تطلع بسلامه. فده دي افتكر من النصائح الكويسه. الناس تحاول تشرب من الجنزبيل لانه فيه زنك كثير، نعم والسمك فيه زنك كثير، نعم وتحاول تكتر من القرفه. ونحن في اريتريا جيننا طبعا جيننا قهوه وجيننا جنزبيل، عشان كده جهاز المناعه يكون عالي عندنا. نعم نعم طيب، بس أنا في نقطة نسيتها، تفضل. الكمامات والقفازات دورها شنو في مكافحة المرض ده أو نقل المرض؟ الفيروس طبعا بيخش عن طريق التنفس، نعم ودائما الكمامة هي بتمنع الفيروس يخش للأنف أو للفم، نعم مع رغم إنه العين بتكون مكشوفة يعني، وإذا لبست نظارة بتكون أجمل. نعم الكمامة خطورتها خاصة في المجال الطبي زي ما قلت لك، إنه الحركة اليد دائما بتحاول تهبش وشك نعم هنا هنا الوجه، ودي يعني مقدره لنقل الفيروس، دي مشكله كبيره. القفازات ذاته هي نعم يعني في العمله مثلا في الدكان ممكن تستعملها نعم وتدي، لكن تنصح الناس بانه هو برضه بعد ما شال القروش دي يمشي غسل يديه، فهي قد تكون في عندها نوع من البريفنتيف من الوقايه، خاصه الناس اللي في الدكان في شغالين في المجالات اللي بيتعاملوا معاملات ورقيه وكده. نعم في الورقه بيقعد زي ما قلت لك 24 ساعه، اي نعم ورقه سواء كان نقود او غير ذلك. نعم اوكي دكتور بروف نعيز قسم الباري، نشكرك على هذا التوضيح، نشكرك على هذه الارشادات، نشكرك على كل ما تفضلت به حول فيروس كورونا، طرق العدوى والانتشار وطرق العلاج والاجراءات الوقائيه والاحترازيه اللي يحتاجها الانسان. نتمنى أن نلتقيك في فرصة أخرى، ونتمنى أن يرفع الله هذا البلاء عن البشرية أجمع، لأنه أصبح امتحان لكل البشرية. نتمنى أن يمتعنا الله بالصحة والعافية. نشكرك وربنا يديك العافية والصحة. مشاهدينا، كنا معكم على مدار 3 حلقات مع البروف المعز قسم الباري من كلية أوروثا الطبية، أستاذ الدراسات الطبية العليا بمستشفى أوروثا، وأستاذ الكيمياء الحيوية بكلية أوروثا الطبية، على مدار 3 حلقات حول جائحة كورونا، طرق الانتشار، العدوى، الوقاية. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا.